أم البنين أولاك رب الناس ما أولاك سبحانه وعلى النساء على أعطيت ذا الإكرام أقمارا لذا باب الحوائج للورى سواك أم البنين أم البنين وفيك باها المرتضى وأم الحسين المجد قد كناك والدهر طأطأ صاغرا متحيرا في سرك وبمنتهى معناك ويقول أعييت العقول بوقفة ترجمت فيها للحسين ولك ما كان وفاك الكفيل بكفه لولا تعلمه الوفا كفاك أسقيته ماء الولاية فاغتدى سقاء عطشاها فيا بشراك إلاك ما ألفيت أما قدمت أبناءها لربيبها لا تنسوا الإعجاب بصفحتي والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد. المرجع الإلكتروني للمعلوماتية، طريقك نحو المعرفة.